أهلا بكم مشاهدين في هذه التغطية العاجلة للقصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في بيروت، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف مقر قيادة حزب الله، كما تحدث إعلام إسرائيلي عن استهداف حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله. وقال مصدر أمني لرويترز إن كبار مسؤولي حزب الله يتجمعون عادة في الموقع الذي استهدفته الغارات الإسرائيلية على بيروت. المواقع المستهدفة بالغارات الإسرائيلية في الضاحية تقع في حارة حريك. إذن مشاهدينا، نكرر ما جاء الآن من أنباء: الجيش الإسرائيلي أعلن استهداف مقر قيادة حزب الله، كما تحدث إعلام إسرائيلي عن استهداف حسن نصر الله شخصيا. مصدر أمني لرويترز يقول إن كبار مسؤولي حزب الله يتجمعون عادة في الموقع الذي استهدفته الغارات الإسرائيلية على بيروت. المواقع المستهدفة بالغارات الإسرائيلية في الضاحية تقع في حارة حريك. إذن مشاهدينا، كما قلنا، الأنباء العاجلة ترد تباعا بعد الاستهداف الإسرائيلي لحارة حريك، مقر قيادة حزب الله في الضاحية الجنوبية في بيروت. الصليب الأحمر اللبناني يقول: أرسلنا 10 سيارات إسعاف إلى ضاحية بيروت الجنوبية. طبعا نتابع معكم مشاهدينا أيضا هذه الصور التي تريدنا الآن لبيروت في الضاحية الجنوبية، وكما هو واضح تظهر آثار القصف. نكرر مشاهدينا، يعني إسرائيل تعلن استهداف مقر قيادة حزب الله في الضاحية الجنوبية، وتتحدث بعض الأنباء، بعض الإعلام الإسرائيلي يقول إن المستهدف كان، أو من بين المستهدفين، حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله في بيروت. في هذه الأثناء الصليب الأحمر اللبناني يقول: أرسلنا 10 سيارات إسعاف إلى ضاحية بيروت الجنوبية. وحتى المصادر الأمنية، إذا المصدر أمني لبناني أيضا يقول إن إسرائيل قصفت مقر قيادة حزب الله في الضاحية الجنوبية. ويقول المصدر: هذه المنطقة يتواجد فيها عادة كبار مسؤولي حزب الله. ينضم إلينا الآن أحمد القصير من لبنان، من الجنوب اللبناني. أحمد، مرحبا بك. هل لديك معلومات حول الاستهداف الإسرائيلي الأخير للضاحية الجنوبية؟ مساء الخير محمد. طبعا بالنسبة للاستهداف، كان هو عبر حزام ناري أكثر من 10 غارات حصلت خلال 3 دقائق للمنطقة المعروفة في حارة حريك باسم سكنة القتال، بالقرب من مكتب نواب كتلة الوفاء للمقاومة. إضافة لأنه اليوم كان أيضا في هذه العواجل التي تأتي، أن أكثر من 10 مباني دمرت في الأرض في تلك المنطقة نتيجة الاستهدافات. ومع صدور هذا الخبر والتصريحات الإسرائيلية، كان قد بدأ القصف هنا والاستهدافات هنا في هذه اللحظة التي الآن التي تسمعها، أظن أن تسمعها على الهواء. منذ قليل صدر أكثر من 4 قذائف خرجت من الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي الإسرائيلية. لكن يعني لا تأكيد حتى الآن عن يعني حصيلة هذه الغارة الإسرائيلية في الضاحية. إضافة إلى أن غارة إسرائيلية استهدفت محيط مدينة الهرمل في هذه الأثناء. طيب أحمد، يعني المنطقة التي استهدفتها الغارة الإسرائيلية هي حارة حريك في الضاحية الجنوبية، لو تعطينا معلومات أكثر حول هذه المنطقة. طبعا
طبعا هذه المنطقة هي منطقة ضمن المركز الأمني لحزب الله والمربع الأمني لحزب الله، حيث أن هذه الحارة حارة حريك تعتبر مقر القيادة العامة أو المركزية في هذه النقطة في حارة حريك. وهذا هذا الاستهداف الحاصل حصل بحزام ناري كما ذكرت لك عبر ثلاث عبر 10 غارات استهدفت المباني هناك. هذا الموقع كما ظهر هو خلف مشفى الرسول الأعظم في الضاحية. كان صباحا هناك تناقل لأخبار عن أن الجمعية التعاون التابعة لحزب الله تلقت اتصالا لإخلاء المبنى، والتصريحات الإسرائيلية الأخيرة كانت تقول أن الاستهداف حصل، الهدف هو أمين عام حزب الله حسن نصر الله. المباني طبعا أغلبها سويت في الأرض محمد نتيجة هذا الاستهداف الكبير. كما قال الإعلام الإسرائيلي إنه استخدم قذائف وقنابل خارقة للتحصينات في هذا الاستهداف. ويعني حتى أحمد يعني بعض ما رصدناه على وسائل التواصل، يعني البعض الموجودين في بيروت قالوا هذه ربما شعرنا بأنها أقوى ضربة يعني تعرضت لها بيروت. مع هذا العاجل محمد أنباء عن إعلام عبري تتحدث عن فشل محاولة اغتيال أمين عام حزب الله حسن نصر الله في هذه الأثناء، ورد هذا الخبر العاجل إضافة إلى غارات استهدفت عدة مناطق في لبنان منها الهرمل والمنصورة، إضافة إلى إقليم التفاح أو الإقليم التفاح لم يحدد في كفر حتى. نعم الإعلام العبري الآن ينفي أو يعلن عن فشل محاولة الاغتيال التي كان يهدف لها في غارات الضاحية الجنوبية. إذن يعني حتى الآن تتضارب الأنباء. نذهب إلى بيروت. نعم. هناك مراسلة التلفزيون مايا هاشم. مايا مرحبا بك، أنت موجودة في بيروت، ما الذي حصل؟ مايا، إذن مشاهدينا نذكر بالأنباء التي وردت قبل قليل، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف مقر قيادة حزب الله، كما تحدث إعلام إسرائيلي عن استهداف حسن نصر الله الأمين العام للحزب، في حين تضاربت الأنباء في الصحف الإسرائيلية حول نجاح أو فشل هذه العملية. ينضم إلينا الآن الأستاذ محمود علوش، الأستاذ في العلاقات الدولية الباحث معنا من إسطنبول. أستاذ محمود مرحبا بك، كيف تقرأ ما حصل؟ أهلا. يعني حتى الآن لا نستطيع أن نخرج بخلاصة واضحة، لكن فعلا الضربة الإسرائيلية ربما هي أكبر ضربة تشن على لبنان خلال هذه الحرب. واضح أنه هناك هدف كبير وضعته إسرائيل في هذه الحرب. حتى الآن لا نستطيع أن نعرف يعني طبيعة أو نتائج هذه الضربة، لكن نستطيع أن نقول بأنه هذا المرحلة أو المرحلة الجديدة من الحرب التي دخلتها خلال الأسبوع الماضي من خلال التصعيد الإسرائيلي من الواضح أنها تأخذ مسار تصاعدي. وأيضا اللافت أنه يعني تزامن هذه الضربة مع الحديث عن إمكانية التوصل إلى تسوية سريعة لإنهاء الحرب، هذا يشير إلى على الأقل والله. نحن أمام مرحلة جديدة من الحرب. هذه المرحلة بتقديري تقوم بدرجة أساسية على التركيز على الوضع على الأرض. إسرائيل ستحاول خلال هذه المرحلة على الأقل أن تلحق أكبر ضرر بحزب الله، أن تفرض أمر واقع على الجبهة الشمالية الجنوبية مع لبنان قبل أن تقبل بفكرة التسوية، لأنه في هذا الوضع الذي يبدو فيه حزب الله ضعيف، كلما استطاعت إسرائيل أن تلحق ضربات كبيرة بحزب الله كلما كان من السهل على إسرائيل أن تفرض شروطها في أي تسوية مع حزب الله. نحن دخلنا في وضع جديد في الحرب كما قلت. طبعا يعني لماذا وصلنا إلى هذه المرحلة؟ لا شك أنه
هناك دوافع لدى إسرائيل للقيام بتصعيد هذا الهجوم، منها ما هو مرتبط بحسابات بنيامين نتنياهو داخليا، منها ما هو مرتبط بحسابات إسرائيل في الحرب نفسها، خصوصا مع تراجع الضغط العسكري عليها في جبهة غزة، وهذا ما ساعدها في التركيز العسكري بشكل أكبر على الجبهة الشمالية، ومنها نعم ما يرتبط باللحظة الأمريكية المهمة مع انشغال إدارة الرئيس بايدن بالانتخابات الرئاسية. يعني واضح بالحديث أنه كل عن هذه العوامل الموقف الأمريكي، هيئة البث الإسرائيلية تقول إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بهذه العملية. إذن حسب هيئة البث الإسرائيلية، إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية بعملية قصف الضاحية الجنوبية. معنا الآن مايا هاشم. مايا، مرحبا بك من بيروت، ماذا لديك؟ نعم فعلا، سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت تقدر بعشر غارات عنيفة، استهدفت مواقع قرب طريق المطار وفي منطقة بئر حسن ومحيط مستشفى الزهراء. وقال الجيش الإسرائيلي: قصفنا المقر المركزي لحزب الله في قلب الضاحية الجنوبية لبيروت، واستهداف مركز الحزب أيضا. عدد من المباني سويت بالأرض جراء الغارة الإسرائيلية، وتم استخدام قنابل خارقة للملاجئ في الغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت. بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، الاستهداف كان إلى يعني الطابق الرابع عشر ما تحت الأرض، وبالتالي بحسب أيضا يعني معلومات يتم التداول بها، المستهدف هو الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، ولكن لا معلومات تؤكد حتى الساعة إذا كان هو لا يزال على قيد الحياة أو أنه قتل في سلسلة الغارات التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية نعم، لبيروت. وإذاعة الجيش الإسرائيلي تقول المؤشرات الأولية غير كافية لتأكيد أو نفي مقتل حسن نصر الله. إذن إذاعة الجيش الإسرائيلي تقول المؤشرات الأولية غير كافية لتأكيد أو نفي نعم مقتل حسن نصر الله، لكن يعني هذه الأخبار إذن يعني تقريبا تؤكد أن هناك استهداف للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، لكن نجحت أو فشلت العملية هذا غير مؤكد بعد. طيب مايا، هل هناك أي يعني رد فعل صدر من الحزب أو تعليق؟ أبدا حتى الساعة، ولكن يعني حتى اليوم في تقريبا عند الساعة 12 أو 1 ظهرا، هناك جمعية تسمى تطلق يطلق عليها اسم تعاون، وهي تابعة للحزب، وهي جمعية مدنية يقال أنها تلقت، وهذه الجمعية أيضا ذكرت بيان على قالت ببيان على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها تلقت تهديدا من العدو عبر اتصال برقم الجمعية طلبوا إخلاء المركز، هذا بحسب الجمعية التابعة للحزب. ولكن التقديرات تشير أن يعني المستهدف هو الطابق، القنابل التي استخدمت وصلت للطابق الرابع عشر ما تحت الأرض، وبالتالي تعد هذه العملية عملية يعني لا سابق لها أبدا، لم تقم إسرائيل بالقيام بمثل هكذا عملية. نعم، طب أستاذ محمود، يعني الأنباء إذن يعني شبه تؤكد استهداف حسن نصر الله، لكن ليس هناك تأكيد أو نفي لنتائج العملية. في الحالين هذه عملية نوعية غير مسبوقة، ماذا لو نجحت وماذا لو فشلت؟ صحيح، فعلا نحن أمام عملية، أمام ضربة كبيرة لحزب الله، بمعزل عن الهدف، لأنه شكل ومضمون الضربة يشير إلى وصول مستوى التصعيد الإسرائيلي في الحرب إلى مستويات جديدة كبيرة. يعني هذه الضربة استخدمت فيها وفق المعلومات الصواريخ قادرة على اختراق العمق الأرض، وصلت إلى كما تفضلت مراسلاتكم إلى تقريبا 14 طابقا تحت الأرض. هذا يشير إلى طبيعة الأسلحة الكبيرة المستخدمة أو القوية المستخدمة في هذه الضربة. بطبيعة الحال إذا كان يعني كما يتم، ولا نستطيع أن نجزم في الواقع حول هذا الوضع، لكن إذا كان فعلا الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله هو المستهدف في هذه العملية، بالتأكيد هذا كما قلت أنه ربما يؤدي
إلى دعنا نقول تصعيد أكبر في موقف حزب الله في الحرب. هذا في حالة أنه على افتراض فشلت محاولة اغتيال نصر الله، لكن في حال لنفترض أنه كان نصر الله مستهدف أو تم اغتياله في هذه العملية، في الحقيقة هذا يعني نحن نكون دخلنا في وضع لا يمكن لأحد أن يتصور كيف سيكون الوضع عليه خلال في هذه الفترة. لكن بالتأكيد ما أستطيع أن أقوله أنه نحن أمام مرحلة جديدة من الحرب بدأتها إسرائيل قبل تقريبا 10 أيام. هناك عوامل كنت ذكرتها في الإجابة السابقة شجعتها أو شكلت حافز لها لتصعيد الحرب على حزب الله، لكن العامل الأكثر أهمية بتقديري هو أن إسرائيل وجدت في تردد حزب الله وإيران في تعميق انخراطهما في الحرب نقطة ضعف وتحاول استثمار أستاذ محمود اسمح لي سأعود إليك، لكن فقط نذكر يعني ننوه أنه هذه الصور التي نعرضها هي من بيروت واستمرار ما يبدو أنه الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية. والقناة 12 الإسرائيلية تقول إن الجيش يحقق فيما إذا كان حسن نصر الله موجودا فعلا في الموقع المستهدف بالقصف. إذا كل هذه الأنباء تؤكد استهداف حسن نصر الله، لكن غير متأكدين من وجوده في يعني الموقع، ويعني إذا كان ما نتيجة هذه العملية. أستاذ محمود، يعني هذه العملية أيضا هذه الصور الآن نعرضها يعني قبل قليل أثناء حدوث الغارة على أو الغارات المتكررة على الضاحية الجنوبية قبيل الغروب. إذا نعود لمايا هاشم مراسلة التلفزيون في بيروت. مايا، إذا القناة 12 الإسرائيلية تقول الجيش غير متأكد أو يحقق إذا كان نصر الله موجود في الموقع أو لا، والحقيقة كان هناك أنباء قبل يومين أنه ربما يعني بعد استهداف قيادات الصف الأول في الحزب ربما يكون غادر المنطقة أساسا الأمين العام لحزب الله. هل هناك يعني ما يؤكد أو ينفي يعني وجود حسن نصر الله في المنطقة؟ محمد، حتى الساعة لا معلومات تؤكد، حيث أن يعني السرية في معلومات حزب الله هي تكون متصدرة بكل شيء، ولكن هيئة البث الإسرائيلية قالت ليس مؤكد حتى الآن إذا ما كان حسن نصر الله داخل مقر القيادة المركزي عند القصف. لابد من الإشارة محمد إلى أن 6 أبنية سويت بالأرض من جراء الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، عشرات القتلى من المدنيين بحسب المعطيات والمعلومات الأولية، إضافة إلى العشرات من الجرحى، ولكن حتى الساعة لا معلومات تؤكد ما إن كانت نجحت أم فشلت هذه العملية. ويعني أيضا في هذا السياق يديعوت أحرونوت تقول إن المسؤولين الإسرائيليين يتحققون فيما إذا كان
نصر الله موجودا وقت الهجوم. إذن يعني حتى المصادر الإسرائيلية تشير إلى أن هناك تحقق، إذا كان موجود أصلا يعني ليس فقط بنجاح العملية، ربما لا يكون أساسا موجود في المنطقة. طيب مايا، لو سألتك يعني أساسا مقر القيادة المركزية للحزب هل هو مكان يعني يمكن أن يعرفه الناس؟ هل هو كان مكان سري غير معروف تحت الأرض؟ أين يقع؟ كيف يعني؟ لأنه إسرائيل استهدفت، تقول تستهدف المقر المركزي للحزب. نعم، المقر المركزي هو معروف لدى الناس وخاصة في الضاحية الجنوبية لبيروت أو ما يعرف بالمربع الأمني لحزب الله، وكل من يريد أن يقطن في تلك المنطقة عليه أن يحصل على موافقة أمنية من حزب الله، وبالتالي العديد من الذين يودون السكن في تلك المنطقة يأتي عليهم رفضا أمنيا من قبل الحزب لعدم الرغبة، رغبة الحزب في أن يقطنوا في تلك المنطقة. ولكن المحيطين في المبنى والناس الذين يعيشون في المبنى لا يعرفون أن هناك طوابق تحت الأرض تصل إلى مثلا كما يقال، كما تقول هيئة البث الإسرائيلية، الطابق 14 تحت الأرض. وبالتالي حتى اللبنانيين أنفسهم لا يعني لا يستوعبون أن في الضاحية الجنوبية هناك طابق 14 يصل إلى 14 طابق تحت الأرض. وبالتالي هذه من ضمن، قد تكون من ضمن الأنفاق، قد تكون من ضمن الأماكن السرية جدا للحزب. إذن لا يمكن لأي شخص حتى يسكن الضاحية الجنوبية أن يكون لديه هذه المعطيات أو المعلومات. ينضم إلينا الآن في الاستوديو الصحفي الزميل خالد خليل المختص في الشأن الإسرائيلي. مرحبا خالد. ضربة نوعية غير مسبوقة، يعني ربما البعض كان يتوقع شيء من هذا القبيل، لكن المؤشرات تقول أنه هذه ضربة قوية، ربما هي الأقوى منذ بدء الحرب. مساء الخير محمد لك وللسادة المشاهدين. بالفعل هذه الضربة هي الأعنف في الضاحية الجنوبية، استهدفت إسرائيل الضاحية الجنوبية خلال الحرب الحالية، يعني خلال أيام 4 مرات، هذه المرة الرابعة. يوم الجمعة استهدفت مقر قيادة راح ضحيتها يعني أكثر من 15 قيادي في حزب الله من بينهم إبراهيم عقيل. ولكن هذا الاستهداف يعني حسب المعطيات التي يعني من دون تأكيدات إلى الآن، تتحدث صحيفة دعوة حرانوت أن المستهدف هو زعيم حزب الله حسن نصر الله. بالفعل حاولت إسرائيل منذ أيام قليلة يعني لفت الأنظار وتحويل مركز الثقل من الحرب على قطاع غزة في كما تسميها الجبهة الجنوبية إلى الجبهة الشمالية. ويبدو أن إسرائيل وتل أبيب وخاصة حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة تسابق الزمن للاحتفاء في الذكرى السنوية الأولى للسابع من أكتوبر، هذه الذكرى التي يعني هزت إسرائيل. لذلك في ظل الفشل الذريع الذي يعني منيت فيه إسرائيل استخباراتيا وعسكريا في قطاع غزة، حولت الأنظار باتجاه الجبهة الشمالية. يريد نتنياهو يعني رفع أحد صور النصر بأن يغتال يعني زعيما لزعيم حزب الله، هذا الخصم الكبير لإسرائيل. طبعا يعني تتوالى المصادر التي تؤكد أن المستهدف كان حسن نصر الله. موقع أكسيوس الأمريكي يقول نقلا عن المصدر الإسرائيلي، نصر الله كان هدفا لهجوم إسرائيلي في بيروت. يعني هناك شبه تأكيد أن المستهدف حسن نصر الله، لكن من غير المعلوم إذا كان في الموقع، إذا نجحت أو فشلت العملية. والحقيقة خالد هناك تقارير تحدثت قبل ذلك، يعني منذ عملية البيجر والاختراق الأمني لحزب الله وحتى ما قبل ذلك، أنه إسرائيل تستطيع الوصول إلى حسن نصر الله، لكن ربما كانت تؤجل أو تتجنب حتى ذلك، ربما لا تريد الدخول في تداعيات سياسية مثلا. لكن الآن يبدو أن هذا الخط انكسر الآن. بالفعل كانت إسرائيل وحزب الله يعني ملتزمان بقواعد الاشتباك التي تم التوافق عليها بعد حرب تموز عام 2006، أنه كل ضربة مقابلها ضربة ولكل فعل رد فعل يشابهه بالقوة والنتائج. ولكن إسرائيل خلال أسبوع ونصف، يعني أقل من أسبوع أيضا كمان، شنت حربا يعني غير مسبوقة باستهداف ضربات يعني نوعية، ولم تعتمد فيها حتى الستايل القديم للحروب التقليدية بحشد القوات البرية على الحدود. رأيناها بدأتها في تفجيرات أجهزة اللاسلكي منها البجرات، وعقبتها بعد أقل من 24 ساعة بتفجير أجهزة الوكي توكي. كان يبدو أنه حزم إسرائيل إلى تصفية ملف الجبهة الشمالية، كل ذلك مدفوعة
أولا بالهزيمة التي منيت فيها في قطاع غزة، ثانيا يحاول نتنياهو كما أسلفت الذكر يحاول أن يقدم إحدى صور النصر للشارع الإسرائيلي المنتفض ضده صراحة، الذي يطالب بعودة المختطفين. ولذلك بالفعل رأينا أن نجحت إسرائيل في جعل القضية قضية الحرب على غزة والجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة حولتها إلى معركة هامشية، ولكن في المقابل كان ردود حزب الله والمحور الإيراني، إيران تخلت رسميا عن مساندة حزب الله وقالت له يعني تركته وحيدا في هذه المعركة، ولا يزال لا تزال ردود حزب الله هي ضمن نطاق قواعد الاشتباك، هو يرد على النهج القديم ولا يعلم أن هذه هي حرب مدمرة من قبل إسرائيل. ربما أعود إليه في قضية يعني موقف إيران، لكن أسأل أستاذ محمود، أعود إليك أستاذ محمود علوش، يعني بالتزامن مع هذه الضربة إسرائيل استخدمت لواءي احتياط إلى جبهتها الشمالية، يعني واضح أنه هناك عمل عسكري منظم، استخدمت تعزيزات أيضا إلى الجبهة اللبنانية. يعني كما قلت أنه نحن أمام مرحلة جديدة من الحرب، وهذه المرحلة الجديدة حتى الآن لا يمكن أن نتوقع أو أن نتكهن بملامحها بشكل كامل، لأن البيانات التي تأتي من الجانب الإسرائيلي متضاربة، من جانب يتحدث المسؤولون العسكريون عن استعدادات لعمل بري محتمل في لبنان، ومن جانب آخر يتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأيضا وسائل الإعلام الإسرائيلية مقربة منه عن انفتاح إسرائيل على فكرة التسوية السريعة أو على المفاوضات. لكن نستطيع أن نقول بأنه في هذه المرحلة الجديدة أولوية إسرائيل هي تصعيد الوضع، استفادة من هذا الوضع من أجل تصعيد الضغط العسكري على حزب الله وإلحاق أكبر ضرر بحزب الله، ومحاولة تغيير الوضع القائم على الجبهة قبل الدخول في تسوية لإنهاء الحرب. هذه الحرب لن تنتهي إلا بتسوية، لكن الآن أي طرف يستطيع أن يفرض شروطه على التسوية هو الطرف الذي يستطيع أن يكون له اليد العليا على الأرض، وهذا ما تريد إسرائيل أن تفعله بالضبط من خلال استهداف القادة الكبار في حزب الله، من خلال توسيع نطاق الاستهداف بشكل كبير، من خلال عمليات التهجير القسري الفعلية التي يتم تقوم بها إسرائيل في القرى الجنوبية المحادية للشريط الحدودي. هدف إسرائيل هو تفريغ هذه المناطق الواقعة بين الحدود وبين نهر الليطاني من السكان، ربما بهدف إنشاء منطقة عازلة. هل هذه المنطقة العازلة ستدخل إسرائيل بريا من أجل تأمين إخراج مقاتلي حزب الله منها؟ لأنه من خلال العمليات الجوية لا تستطيع إسرائيل أن تنهي وجود حزب الله تماما في هذه المنطقة، ربما تستطيع أن تلحق أضرار كبيرة بالحزب، لكن في نهاية المطاف ستعين كما فعلت في غزة. يعني إسرائيل لو كانت قادرة على ضرب حركة حماس وإنهاء حكم حركة حماس في غزة من دون أن تضطر إلى التدخل البري في القطاع لكانت فعلت ذلك، لكن نحن في حروب لا تستطيع إسرائيل من خلال الاعتماد على قدراتها الجوية أن تنهي تهديدات حزب الله. وبالتالي أنا تقديري أنه خيار العملية البرية محتمل، وأنا أرجح أن إسرائيل لديها رغبة الآن في الاستفادة من هذا الوضع من أجل فرض واقع جديد على الجبهة الجنوبية مع لبنان. هناك مسألة مهمة جدا لو تسمح لي، أنه أحداث 7 أكتوبر أحدثت تغيير كبير في نظرة إسرائيل إلى كيفية التعامل مع التهديدات المحيطة بها، وهي لم تبدأ هذه الحرب بتقديري من أجل معاقبة حركة حماس أو حزب الله أو من أجل استعادة توازن الردع الذي كان قائم قبل 7 أكتوبر، هي قامت بهذه الحرب من منظور الفرص التي أوجدتها لنفسها من أجل إحداث تغيير عميق في إدارة الصراع مع حماس في غزة وحزب الله في لبنان، وأيضا صراع الوكالة مع إيران. وبالتالي أنا تنظيم إسرائيل تتحرك من هذا المنظور. في غزة استطاعت إلى حد معين أن تفرض مقاربتها لمستقبل غزة، رغم أنه حتى لم تستطع أن تحسم هذه الحرب لصالحها، لكن تقديري أيضا لدى إسرائيل رغبة في أيضا يعني أن تحاول إحداث تغيير في الصراع مع حزب الله. أنا أعتقد أنه حتى لأنه في المقترح الذي تقدم به الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا يحكى يعني عن مسألة إعادة الالتزام بالقرار 1701، يعني هذا القرار ينص على عدم وجود حزب الله في المنطقة الواقعة بين نهر الليطاني والحدود. وبالتالي هناك يعني على الأقل هذا هدف سياسي لإسرائيل في هذه الحرب.
كيف يمكن لإسرائيل أن تحقق هذا الهدف على أرض الواقع؟ هذا يرجع إلى الاستراتيجيات العسكرية. اليوم أنا تقديري إسرائيل في وضع مريح، يعني علينا أن لا نخدع أنفسنا ونعتقد بأن إسرائيل ليست في وضع يساعدها في تصعيد الحرب مع حزب الله، وربما التفكير باجتياح برلين لجنوب لبنان. اليوم إسرائيل العسكري في وضع مريح، كما قلت أنه تراجع الضغط العسكري عليها في جبهة غزة يساعدها في التركيز على الجبهة الشمالية. استطاع بنيامين نتنياهو إلى حد كبير أن يمتص صدمة أحداث 7 أكتوبر، وبالتالي أصبحت لديه اليد المطلقة إلى حد معين بمعزل عن الضغوط في مواصلة هذه الحرب. والمسألة الأكثر أهمية أنه اليوم في داخل حكومة نتنياهو من يؤثر عليه فيما يتعلق مسار الحرب هم شركائه اليمينيون المتطرفون، وبالتالي أيضا هم يلعبون دور في تشكيل قرار الحرب في لبنان. واستمعنا إلى وزير المالية سموتريتش قال بأنه هذه الحرب لا ينبغي أن تتوقف إلا عندما يتم القضاء على تهديد حزب الله. مسألة القضاء على تهديد حزب الله، لأنه حتى اليوم نتنياهو تحدث أمام الأمم المتحدة قال بأنه هدف إسرائيل إعادة سكان النازحين إلى المناطق الشمالية، هذا هدف معلن، لكن كيف يمكن، تحدث أيضا في جانب آخر وقال يعني أنه اليوم نريد أن نضمن ألا يقوم حزب الله بهجوم آخر كما قامت حماس. طبعا هذا الهدف كبير، ماذا يعني من هذا الهدف؟ كيف ستطبق إسرائيل هذا الهدف؟ هل هذا الهدف يتحقق بمجرد عودة الوضع إلى ما كان عليه قبل 8 أكتوبر عندما انخرط حزب الله في هذه الحرب؟ بالتأكيد لا. الإسرائيليون عندما يتحدثون عن هذا الأمر يتحدثون عن على الأقل أن هذه الحرب ينبغي أن تفرض واقع جديد يؤدي إلى ترتيبات جديدة تختلف كليا عن الترتيبات التي كرسها القرار 1701. بخلاصة القول، نحن في مجرد بداية تصعيد كبير للحرب، لا أعتقد نحن في نهاية هذه الحرب، أو نحن على مقربة، أو نحن في صراع بين أو في سباق بين التسوية والتصعيد، نحن في قلب التصعيد العسكري. هذه الحرب الشاملة على الأقل من وجهة نظر إسرائيل بدأت الحرب الشاملة الآن، يعني لم نستطيع أن نطلق على هذه الحرب الحرب الشاملة، لأنه حزب الله لأنه حزب الله لم يصل ردة فعله إلى مستوى الحرب الشاملة، لكن انخراط حزب الله في الحرب وصل إلى حد الحرب الشاملة. نحن نتحدث يعني فقط في يومين كان عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية 500 مدني فقط في يوم أو يومين. أيضا يعني حتى الآن خلال أسبوع فقط هناك يعني استطاعت إسرائيل أن تقضي على جزء كبير من قيادة الصف الأول في حزب الله. ما هي الحرب الشاملة إذن؟ يعني إسرائيل الآن تقود هذه الحرب بمنطقة الحرب الشاملة. حسن نصر الله شخصيا، والآن نحن أمام يعني على أرجح محاولة اغتيال لنصر الله. وبالتالي إسرائيل تتصرف من منطق أنه اندلعت الحرب وهي وسعت نطاق الحرب إلى بعض الحدود. يعني البعض في لبنان أحيانا أو يعني ربما يحاول أن يتزاكى على مسألة أنه لم نصل إلى الحرب الشاملة بعد. في الحقيقة اليوم لم نصل إلى الحرب الشاملة لأنه حزب الله لم يستخدم ما ينبغي عليه أن يقوم به في هذه الحرب. هو لا يزال متردد في هذه الحرب، لا يزال يراهن على أن إسرائيل غير مستعدة للحرب الشاملة. لكن الرسائل التي أرسلتها إسرائيل خلال الأسبوعين الأخيرين أعتقد أنه ينبغي أن تكون واضحة بالنسبة لقادة حزب الله. نعم، اليوم ستعين على حزب الله الاختيار. نعم، ربما أيضا الموقف الإيراني يلعب دور في يعني قضية دفع الحزب أو يعني عدم اندفاعه. شكرا جزيلا لك الأستاذ محمود علوش، الأستاذ في العلاقات الدولية من إسطنبول. نذكر مشاهدينا أن موقع أكسيوس يقول نقلا عن مصدر إسرائيلي إن مسؤولين كبار كانوا في المقر الرئيسي لحزب الله بالضاحية الجنوبية وقت الهجوم، وسبق لأكسيوس أن قال نصر الله كان هدفا لهجوم إسرائيلي في بيروت. إذن أيضا القناة 12 الإسرائيلية تقول القيادة الأمنية العليا تجتمع حاليا لبحث نتائج قصف الضاحية والاستعداد للمراحل القادمة. خالد، إذن القيادة يعني الأمنية تجتمع الإسرائيلية، في حين أنه وكالة تسنيم تنفي أن يكون حسن نصر الله في المكان المستهدف. السؤال ربما الأول، ماذا لو نجحت؟ يعني ماذا لو كان حسن نصر الله موجود واغتالته إسرائيل فعليا؟ ما الذي سيحصل؟ أولا نحن أمام تضارب روايات، وهذا لا شك يعني من قبل إيران ومن قبل إسرائيل. ولكن دعني أشير إلى أيضا منذ قليل أوردت صحيفة دعوة أحرانوت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يغادر مؤتمرا صحفيا كان مقررا الآن يعني في الأمم المتحدة.
هذا يشير إلى أن هناك حدث جلل، وهذا يشير أيضا إلى نوع من التنافس بين المستوى الأمني والسياسي في إسرائيل لتبني أو للحظوة في هذا الإنجاز الذي يقدمونه للشارع الإسرائيلي المنتفض ضدهم. يعني كان هناك دوما في انقسامات بين نتنياهو والمستوى العسكري. نشاهد الآن أن الكابينت ينعقد في تل أبيب، بالإضافة إلى أن نتنياهو من نيويورك يريد أن يغادر مسرعا. هذا يشير إلى أن هناك معطيات جادة، ولكن لم نحصل على تأكيدات إلى الآن. ماذا لو كان حسن نصر الله؟ عودة إلى سؤالك، برأيي هو، دعنا نسأل أيضا، لماذا هذا الاستشراس الإسرائيلي في هذه الحرب؟ يعني هذه الحرب الغير معتادة، اعتدنا أن إسرائيل تقوم بجولات أو عمليات عسكرية محدودة الزمن، محدودة الأهداف والنطاق، على الرغم من إعلان إسرائيل أهدافا شكلية وعلنية بأنها تريد إعادة مستوطنيها إلى المنازل، ولكن يبدو أن الآن ما نشهده هو عملية اجتثاث إسرائيلية لحزب الله كاملا. لم تقدم إسرائيل سابقا على خطوة من هذا القبيل بأن تستهدف حسن نصر الله، ويبدو أنها، يعني إذا رأينا في الأسبوع الماضي كيف ابتكرت إسرائيل وسائل إجرام، يعني في تفجير أجهزة اللاسلكي البيجرات، بالإضافة إلى أنها يعني الآن إسرائيل سابقا كانت تعتاد بعملياتها العسكرية وفي حروبها على نوع من الشكليات القانونية بأن تنذر المدنيين، بأن تستهدف طوابق أو شقق محددة ضمن أبنية، الآن تستخدم سياسة الأرض المحروقة، وكل هذا يعني باعتقادي تشير الوقائع إلى أن هناك نوع من التخلي الكامل من قبل طهران لأذرعها في المنطقة. يعني نحن الآن في مرحلة مقايضة إيران لأذرعها وملف الصواريخ الدقيقة مقابل الحفاظ على مكاسبها الإقليمية وملفها النووي، لذلك ترك حسن نصر الله وحيدا. هذه التقارير هنا تشير إلى هذا الأمر، يعني تقارير لبنانية وإسرائيلية وإيرانية. طيب، ينضم إلينا الآن الصحفي جورج عقوري من بيروت. أستاذ جورج، مساء الخير. يعني ما يرد من أنباء حتى الآن أن هناك استهداف لمقر قيادة حزب الله في الضاحية الجنوبية، محاولة اغتيال حسن نصر الله، لكن من غير المعلوم إذا كان موجود يعني في هذا المكان أم لا. كيف تقرأ ما يعني رشح من معلومات حتى الآن؟ تحية لك ولضيفك وللمشاهدين. في الحقيقة المعلومات في ظل هذا العدوان الكبير لا يمكن الركون إليها، لأنه عند كل عملية اغتيال بهذا الحجم يصبح هناك من ضياع، ويجب ترك عامل الوقت يكشف حقيقة ما جرى وحقيقة صحة هذه المعلومات. لذا الآن هناك حبس أنفاس كبير في بيروت، وهناك يعني المشهد والصوت وكل ما إلى ذلك مرعب لا يمكن وصفه. والآن حبس الأنفاس ليس أقل من هذا المشهد. أستاذ جورج، يعني حسب ما سمعنا أنه سكان بيروت كلهم تقريبا شعروا بالاستهداف، صحيح؟ ليس فقط سكان بيروت. أنا الحقيقة كنت في كسروان في جبل لبنان، ووصل الصوت إلى منطقة جونيا، حتى سمعنا اللبدة بالطبع بأقل حدة، ولكن وصلت أصداء الضربة إلى كسروان إلى جونيا. وبرأيك يعني محاولة استهداف الأمين العام لحزب الله ألا يشكل يعني تجاوزا لكل الخطوط، يعني الحمر يعني إنجاز التعبير؟ سابقا كان هناك اغتيالات صحيح لقيادات الصف الأول، لكن نتحدث عن يعني هذه أول اغتيال، محاولة اغتيال يعني بهذه الطريقة بهذا الحجم لحسن نصر الله بهذا الشكل. في الحقيقة مخطئ من كان من بعد 8 أكتوبر، سقطت كل الخطوط الحمراء كان الادعاء أن هناك في المرة الماضية حين تم اغتيال فؤاد شكر، تم التسويق أن هناك ضمانات دولية بعدم ضرب الضاحية، فكانت ضربة
اغتيال رئيس الاركان اذا صح التعبير في حزب الله فؤاد شكر، فكل الخطوط الحمراء ساقطه ولا يوجد اي سقوف لهذه المواجهه بنظر اسرائيل او من قبل اسرائيل. هناك انباء يعني بتشير الى ان هناك بيانا مرتقبا لحزب الله للتعليق على يعني هذه الضربه، ما الذي قد نتوقعه كتعليق من الحزب استاذ جورج؟ يعني لا يمكن التكهن، لانه في الحقيقه لا يمكن معرفه ان صح وجود السيد نصر الله او لا يصح، ولكن الاكيد ان هذه الضربه يعني نتنياهو كلما أجرى ضربة يحاول الحزب التخفيف وطأتها أو الرد عبر بشكل حذر كي لا ينجر إلى حرب مفتوحة، ولكن الضربات غير مسبوقة يعني تتصاعد، وهذه الضربة اليوم أشبه بزلزال لا أدري كيف سيقاربه حزب الله، إن كان ما زال هناك جدوى من الحديث عن عدم الانجرار إلى الحرب، أن الحرب تقله طرفا واحدا، يعني لا يكفي أن لا يكون حزب الله لا يريد الانغماس في هذه الحرب أو إيران لا تريد التدخل. طالما أن نتنياهو يمارس هذه الحرب فهي قائمة، وطالما أنها قائمة لا جدوى من الحديث عن محاولة تلافيها وعن صبر استراتيجي وعن كل ما هناك من تعبير تستخدم من قبل فريق الممانعة، لأنه إن تحقق يعني يعني اليوم بحجم هذه الضربة ما جدوى كل الأسلحة وما جدوى كل الصواريخ وما جدوى ذلك إن لم تستخدم والضربات تزيد. نعم. هذه تصبح خارج الخدمة عمليا يعني في السياسة أو في العسكر تكون خارج الخدمة، لأنه إن لم تستخدم اليوم فمتى تستخدم؟ وهنا هنا السؤال الكبير، كيف سيرد حزب الله؟ هل سيستخدم هذه المرة كل طاقاته؟ لا يمكن أن نتكهن وحدها الساعات المقبلة تستطيع أن توضح الصورة، ولكن الأكيد أن حزب الله بعد هذه الضربة أصبح أكثر فأكثر محرجا وأكثر حتى محرجا. نعم، نقول فقط ننوه مشاهدينا ما تنقله وكالة الصحافة الفرنسية، تقول إن مصدر مقربا من حزب الله يؤكد أن حسن نصر الله بخير. إذن بحسب فرانس بريس عن مصدر مقرب من حزب الله يقول إن حسن نصر الله بخير. نذهب إلى الجنوب، أحمد القصير معنا هناك. أحمد، هل من مستجدات جديدة لديك؟ لا يزال حتى اللحظة مستمر إطفاء الحرائق ونقل العديد من المصابين من مكان العدوان الصهيوني على الضاحية. طبعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على المجتمع الدولي ردع الإسرائيلي وفق طغيانه وحرب الإبادة التي يشنها على لبنان. طبعا الغارات كانت قد دمرت 4 مبان في المكان المستهدف في حارة حريق طلعة العالمية، إضافة أن الغارات دمرت عدد من هذه المباني. إلى الآن يعني هناك الصليب الأحمر أرسل 10 سيارات لمحاولة إسعاف الأشخاص المصابين، إضافة إلى أنه الآن هناك مسؤول إيراني كان قد صرح لرويترز أنه طهران تتحقق من وضع نصر الله حتى اللحظة. يعني إلى الآن لا يوجد الأنباء متضاربة في جميع أحوالها. كان حزب الله قال أنه هناك بيان مرتقب بعد قليل، لكن إلى الآن لم يصدر أي بيان عن العلاقات الإعلامية لحزب الله ولا عن إعلام الحرب التابع لحزب الله. طبعا إطفاء الحرائق مستمر حتى اللحظة مكان المزرعة في الضاحية الجنوبية، إضافة إلى أنه كان قد صدر عدد قذائف نتيجة هذا الاستهداف. نعم أحمد، شكرا لك أحمد القصير مراسل التلفزيون من الجنوب. ويعني يريدنا الآن وفق رويترز نقلا عن مسؤول أمني إيراني إن طهران تتحقق من وضع وحالة حسن نصر الله. يعني أستاذ خليل، فرانس بريس تنقل عن مصدر مقرب من الحزب أنه الأمين العام
حسن نصر الله بخير، مسؤول أمني ليقول لرويترز طهران تتحقق من وضع نصر الله. يعني هناك ما يتزايل احتمالات كبيرة أن لم يصاب ربما، أو يعني لم تنجح العملية في اغتيال حسن نصر الله. بالفعل لا يزال هناك تضارب في الأنباء، ولكن دعني أشير إلى ما يرجح وما ينفي استهداف حسن نصر الله. ما يرجح استهداف حسن نصر الله هو النظر إلى كيفية عمل الماكينة الإعلامية الإسرائيلية. الصحافة الإسرائيلية تتجنب ذكر أخبار ذات طابع أمن قومي إلا في السماح لها من قبل المؤسسة الأمنية، وما طالما أنها سربت هذا الخبر وذكرت في عناوينها الرئيسية أن حسن نصر الله هو المستهدف، إن هذا نوع من التسريب يعني لكي يعني لا تتبنى المؤسسة العسكرية هذا القول. ولكن يعني أيضا يعني هناك نوع من الحذر في التداول الإعلامي داخل إسرائيل، هم لا يستطيعون أن يروجوا للشرع الإسرائيلي بأنهم اغتالوا حسن نصر الله وفيما بعد يعني يتم نفي هذا الخبر. ولكن دعني أيضا أقول ما يرجح نفي استهداف حسن نصر الله هو غياب نتنياهو عن تل أبيب. نتنياهو الآن في نيويورك، أجل سفرته إلى نيويورك لبدء الحرب يوم الاثنين على لبنان، واليوم ألغى مؤتمرا صحفيا. عادة نتنياهو يكون حاضرا ويخرج في خطابات صاروخية في مثل هذه الأحداث، كما حدث في سرقة الأرشيف النووي الإيراني، خرج في بث مباشر عبر منصات عبر حساباته على منصات، لأنه يعتبر إنجاز الاجتماعي. يعني يريد أن يفاخر عندما يتبنى أشياء يعني تعطيه سمعة سياسية يبثها على الهواء مباشرة عبر حساباته على التواصل الاجتماعي، منها منصة إكس والفيسبوك، وعندما يريد أن يتهرب من شيء يعني يصدر بيانات عبر مكتبه. يعني هذا يشير إلى أن هناك تنافس بين المستوى العسكري الذي يريد أن يحقق إنجازا شخصيا للمؤسسة العسكرية التي طالما كانت في نوع من الاحتكاك وتتعرض للانتقاد من اليمين المتطرف. لا تزال يعني لا يزال هناك نوع من تضارب الأنباء، ولكن باعتقادي أن إسرائيل ذاهبة إلى بالفعل اجتثاث حزب الله. لكن يعني حتى الآن التصريحات الرسمية الإسرائيلية لا يعني ما كانت تقول نريد اجتثاث حزب الله، يعني ليس الأمر كما هو في غزة. في غزة قالوا نريد القضاء نهائيا على حماس، في لبنان هم يعني لم يقولوا نريد القضاء نهائيا على حزب الله. إسرائيل دوما تعلن شيء وعلى أرض الواقع تعمل شيء آخر. هي في قطاع غزة أعلنت بأنها تريد القضاء على حماس وإعادة المختطفين، ولكن هدفها الرئيسي هو إعادة احتلال قطاع غزة ونشر قواتها، يعني قوات الاحتلال مثل ما يحدث في الضفة الغربية، وإعادة بناء مستوطنات جوش كاطيف التي يعني فككها أرييل شارون في عام 2005 بحسب خطة فك الارتباط الأحادية الجانب. وفي الجبهة الشمالية في الحرب مع لبنان تعلن إسرائيل علنا بأنها تريد إعادة مستوطنيها إلى المنازل، ولكن مجريات الواقع لا تشير إلى أن هذه أجواء الحرب هي بيئة آمنة لعودة السكان إلى منازلهم. ما يجري في الخفاء، وأنا أرجح بأن هناك صفقة كبيرة هي على مستوى إقليمي كان مفاجئا، هو تخلي إيران رسميا عن حسن نصر الله. يبدو، دعنا نعود إلى الوراء شهرين إلى الوراء، هو فشل صفقة تبادل الأسرى في قطاع غزة وتململ الوسطاء الولايات المتحدة الأمريكية ومصر وقطر، بعدما يعني استنفذوا كل الجهود والفرص وأصر نتنياهو على البقاء في محور نتساريم ومحور فيلادلفيا، يعني يريد إعادة احتلال قطاع غزة. ولكن كيف عليه أن يعيد ترميم صورة الردع التي انهارت في 7 أكتوبر؟ يعني وتعود إسرائيل كشرطي في المنطقة، وتعود لإسرائيل هيبتها كمشروع أمريكي في المنطقة. واشنطن التي صرفت مئات المليارات الدولارات على إسرائيل انهارت في لحظة. الآن تريد تعويض صور الهزائم في قطاع غزة إلى البحث عن صور رمزية باستهدافات نوعية من دون الخراط بحرب مباشرة. نعم. ويبدو وحتى أنها يعني إسرائيل لم تتجاوب حتى مع مبادرة الولايات المتحدة. ويبدو أنها أخذت الضوء الأخضر يعني إقليميا ودوليا. وكان من اللافت خيبة الأمل في الإدارة الأمريكية يوم أمس بأن فاجأهم نتنياهو عبر بيان أصدره مكتبه بأنه يتحدث بأن التوصل إلى اتفاق هدنة لمدة 21 يوما بين إسرائيل ولبنان هاي أخبار غير صحيحة. جون كيربي مسؤول الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي
يعني عبر عن استغرابه بأنه قال نحن لم نعلن هذا المقترح إلا لأننا اتفقنا مع الإسرائيليين وكانت هناك يعني موافق يعني شبه موافقة. وهذا يعني أمر لافت الحقيقة، لأنه من ناحية إسرائيل لم تتجاوب مع المبادرة الأمريكية، ومن ناحية اليوم كان هناك يعني قبل قليل مصادر تقول إنه إسرائيل أعلمت الولايات المتحدة بعملية اليوم. ويعني ننوه أيضا لما يرد تباعا من أخبار إذاعة الجيش الإسرائيلي تقول حتى الآن لا يمكن تأكيد أو نفي يعني مقتل أو وجود حتى حسن نصر الله في المكان المستهدف. وهناك في الوقت نفسه أنباء عن اغتيال رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله هاشم صفي الدين. يعني إذا صحت الأنباء أستاذ خالد، اغتيال رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله هاشم صفي الدين. هاشم صفي الدين هو رئيس حكومة حزب الله، وهو مسؤول الملف مع لبنان وفي المنطقة، يعني هو الرجل الثاني، هو الرجل السياسي الأول في الحزب إذا يعني احتفظ حسن نصر الله بمكانته الرمزية كزعيما للحزب، يعني يتولى هذا المنصب منذ 32 عاما. يبدو أن إسرائيل بالفعل ليس فقط أنها رفعت من قواعد الاشتباك وتسديد ضربات، يعني ضربة مقابل ضربة، هي الآن تذهب بنحو ما هو أعمق. دعني أشير أيضا إلى طبيعة إدارة إسرائيل لهكذا عمليات عادة. وفي بالحديث عن الإدارة فقط، يعني أورد أيضا النبأ الذي يقول أن وزارة الأمن الإسرائيلية تقول بأن وزير الدفاع يوف جالانت كان يتابع العملية أولا بأول من غرفة الأركان. هذا مؤشر يرجح فيها استهداف حسن نصر الله، لأن يوف جالانت كان على قائمة الاستقالات، كان يريد نتنياهو إقالته، ولكن تعرض الانتقادات من قبل المعارضة من قبل الحكومة بأنه يعني لا يمكن إقالة وزير الدفاع ونحن في خضم حرب ونحن متجهون إلى حرب في الشمال. وبالإضافة إلى أن يوف جالانت هو يريد أن يظهر بأنه هو القائد لهذه المعركة، يريد أن يستدعي صورة موشي ديان في ذاكرة الإسرائيليين بأنه قائد عسكري بارز يحمي إسرائيل في أوقات المحن. رأينا أنه يوم الخميس الماضي هو الذي أعلن بحشد القوات الإسرائيلية على الجبهة الشمالية، وقال في كلمة مصورة بأننا ننقل الثقل من الجنوب إلى الشمال. هذا يأتي في ظل التنافس بين المستوى العسكري والسياسي في إسرائيل. ولكن كنت أريد أن أشير لك إلى طبيعة إدارة إسرائيل أو الحكومة الإسرائيلية لهذه العمليات. عادة كما قلت لك أن نتنياهو يظهر مباشرة على الهواء مباشرة، يعني من دون الذهاب إلى القنوات والمحطات التلفزة الإسرائيلية، يعتمد على حساباته الخاصة، ولكن عندما يريد أن يتهرب من شيء يذهب إلى البيانات الرسمية التي يصدرها المكتب. هذا يشير إلى أن عندما يريد أن يتهرب من أمر تم الاتفاق عليه مع حلفائه في الغرب، أنه ذهب باتجاه التصعيد، وبفعل هو أوعز الجيش بتسديد ضربات نوعية باتجاه لبنان. يعني تردنا الأنباء أستاذ خالد، الآن رويترز، وكالة رويترز تقول نقلا عن مصدر مقرب من حزب الله أن حسن نصر الله على قيد الحياة. يعني هذا ما آخر المستجدات أو آخر التحديثات وفق وكالة رويترز التي تنقل عن المصدر المقرب من حزب الله أنه حسن نصر الله على قيد الحياة، وهذا يعني أنه ربما كان هناك محاولة استهداف له لكن يبدو أنها لم تفلح. هذا أيضا يأتي في ظل يعني لازلنا ننتظر التأكيدات من قبل حزب الله، ولكن في ظل غياب الشفافية سواء من قبل حزب الله أو حتى من إسرائيل، الشفافية الإعلامية أو إيران، يعني سنسمع الكثير من الأخبار، هل أغتيل حسن نصر الله أم لم يغتال، ولكن ما حدث هو أكبر ضربة نوعية تستهدف فيها إسرائيل الضاحية الجنوبية. خلال الحرب على غزة منذ عام تقريبا استهدفت إسرائيل، هذه المرة يعني تعتبر المرة الخامسة تستهدف فيها إسرائيل الضاحية الجنوبية. الضاحية الجنوبية كانت وفق قواعد الاشتباك بين إسرائيل ولبنان تعادل تل أبيب، ولكن رأينا أن إسرائيل خلال أقل من 10 أيام استهدفت الضاحية الجنوبية هذه المرة لرابع مرة. يعني فيبدو أن الهدف كبيرا، ننتظر ما يريدنا من أنباء. دعني أعلق أيضا على الشفافية الإعلامية، سيظهر هناك نفي ويظهر هناك تأكيدات،
باعتقادي أن حسن نصر الله في كل خطاباته السابقة لم يكن يظهر بشكل مباشر، هو لديه أكيد أرشيف من التسجيلات المسجلة يعني أنه بخير أو هاي يعني من هذا القبيل. طيب برأيك بكل الأحوال يعني هذه العملية المحاولة سواء بصرف النظر عن النتيجة، هل تدعم تعزز فكرة يعني أنه إسرائيل ماضية أكثر باتجاه ربما التوغل البري والتصعيد أكثر؟ لأنه كما قال يعني بعض الضيوف أنه نحن يعني فعليا في وسط بدأنا الحرب الشاملة، وربما يعني تذهب إسرائيل أبعد من ذلك. لا نزال الآن في نطاق الحرب الشاملة بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان، ولكن المخاوف الدولية هي تخشى من اتساع الصراع إقليميا يعني انفجار المنطقة. أما بالنسبة للتوغل البري هو أمر وارد، بالفعل حشدت إسرائيل لواءين مدرعين إلى الجبهة الشمالية. ولماذا هذا الحشد؟ يعني يبدو أن إسرائيل رفضت الخيار الدبلوماسي وذهبت باتجاه التصعيد، وهذا ما أكده بيان مكتب نتنياهو بأنه يرفض المقترح الأمريكي الفرنسي لعقد اتفاق وقف إطلاق النار لمدة 21 يوما. هذا يشير إلى أن إسرائيل ذاهبة إلى الاجتثاث حزب الله، أو على الأقل يعني في أقل تقدير إبعاده إلى شمال الليطاني وبموجب الاتفاق 1701 أو 1701 الذي تم الاتفاق عليه بعد حرب تموز عام 2006. يعني بعد رفض تل أبيب للتسوية السياسية التي يعني تضمن لإسرائيل بإبعاد حزب الله عن حدودها الشمالية، يبدو أن إسرائيل عازمة على تنفيذ هذا الأمر عسكريا، وتريد خلق يعني منطقة عازلة عسكريا، لأن ما حدث في 7 أكتوبر هو كابوس يسيطر على مخيلة الإسرائيليين، يتهمون فيه الحكومة والجيش بالتقاعس والفشل، وخاصة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية بأنهم كيف لم يتبنأوا في هجوم 7 أكتوبر. لذلك الآن يقولون أنه نحن يعني نريد نعوض هذا الفشل، ونحن قادرون على استباق ويعني تسديد ضربات استباقية بإزالة أي خطر مستقبلي يهدده. شكراً في الجبهة الشمالية. شكرا جزيلا لك الأستاذ الصحفي خالد خليل. مستمروا مشاهدينا في هذه التغطية، على رأس الساعة تعود معكم الزميلة يارا إدريس في برنامج سوريا اليوم.